السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة اسمها المشي أو المشي أو المهم اسمها هيك المشي. راح بنزل تجديدة فخلينا نشوفها شلون. هسه شفت واحد نزلها عجبتني، وأنا بحب يعني بتشدني الألعاب هيك اللي بتاخذ ألغاز وما ألغاز وقصص هيك، ففورا قلت لازم ألعبها ونجربها ونشوف إذا تنال إعجابكم ما تنال إعجابكم. المهم خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. يمشي يمشي بالاسهم. حلو حلو انه يمشي بالاسهم. تمام، طبعا مثل ما انكم شايفين اللعبه هي عباره عن مخططات واسهم وشغلات كتير خرافيه، فراح يكون الفيديو شوي طويل ها عشان نكون في علمكم من اولها. يعني بدي اخذ شطح جدا كثير، يعني نلعب وقت كم جدا طويل. هلا هون انا بشوي اخطات رجعت منها. مطلوب مني انه اكبس حرف الاف عشان يطلع لي هذا الحكي. بدنا نكبس هيك. طبعا هاي البداية التعليمية بس هيك شوية عم يعطيني لمحة عن اللعبة، مش لازم استخدم ادوات باللعبة. واتك حلو. طبعا اللعبة هي من ستيم، رابط شرائها راح تلكون اياه تحت اللي حب يشتريها. طبعا حلو. هلا الباب الخروج هون. طيب حط هاي بناته هون. لو هيك لازم تسوي هيك. تمام، لازم بعدين عن بعض. حلو تمام. It's very good. هلا في عنا هون، هي هون بسيطة ايزي. طبعا هون بالمرحلة الأولى بسيطة بس بعدين بتصير صعبة جدا. راح اجتازلكم هذا القسم الايزي عشان ما تقولوا انه لعبة بايخة، لاني بعرفكم مباشرة لعبة بايخة. حلو، هي هون هي هون. موسيقى جدا جميلة، رهيبة رهيبة. حلو. النقاط المنقطة يعني ممكن ننفذ منها. تمام، از جميل از بيتيفول. حلو، في يوم مفتاح. هلا نشوف شنو نسوي فيه. شلون حلو نايس بالاي. نعم تمام. حلو. طيب نشوف شنو نعمل هلا. الباب الخروج الرئيسي هون. حلو، هون في عنا درج لازم ننزل فيهم باب، معناته لازم نروح على المفتاح اول شي، معناته لازم نروح على المفتاح تاعي انتي لهون. لازم ناخذ المفتاح، بعد ما ناخذ المفتاح نطلع هذا الباب، من هذا الباب نطلع لهون. فاني يعني مو فاني لفاني. صار ايوه حلو. لازم اضل عم بمشي حتى يوصلني لهون. تمام حلو، في يوم مفتاح. لازم نحن نجي لهذا الطرف، فاذا نحن لازم اول اشي نحط هي هون، بعدين هي هون، وبعدين هي هون. هيك اتوقع. لا غلط 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 يا حبيبي غلط. شو بدنا نشيل هذا؟ غلط، لازم هي ننزل نطلع هون نجي من هون. هي هيك لازم تكون. ها الله، طيب وقف لي شوي. ايوه رسبون، والله خطرت ببالي فكره انه اشيل الباب احطه هون وغاطسين. طيب في هون وصله. ايوه طيب هي لازم تكون هيك، وهي هيك، وهي هيك. يا الله اشبه. تمام. لقد وصلت. لقد وصلت. نعم اذا مرحلة التدريب ما نعرف نقطع. شو نوصل مراحل متقدمة اكثر. هاي ايزي هيك 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 هيك. والله شكلي خلصت مرحلة التدريب يا معلم. دخلنا باللعبة صرنا. تمام اتوقع هذا الاشي. ايوه شو هذا، في شي هون. حقا على اخر ثانية. شو هون؟ والله اللي بيشوف انه يفكرني عم بلعب انا اللعبة من زمان. لك لك يا يا وات ذا فاك. شو اوبس، ما في شيء تحت. شو بقدر
ايوه فهمنا اشي، ايوه فهمنا اشي. لعبة جميلة جدا يعني، بجد خرافية. حلو، هون بدنا نفكر. هلا هذا الباب الأخير، هذا الباب الأول، نحن ندخل من هون، نطلع لهين، ننزل لهين، نطلع بصير بدرج. حلو، طيب ليش هي معطيني اياها؟ ايوه معناته في عندي باب تاني لازم ادخل عليه مشان اشغل هي. طولي بالك شوي، هي طلعي هون. طيب هي هيك، دخلنا من هون، طلعنا هيك، جينا من هون، لفينا على الدرج، طلعنا لهون نص طابق، جينا لهون فتحنا هاي، ردينا رجعنا، طلعنا طابق تاني، مرينا نزلنا. يس كمان بيبي، يس بوي، يس بوي، اي دو ديت. لا الحلو ما ضلت ماشي، ما بيضل يتحرك. اوف فاين، حلو. بيقول لي هاي مع هاي، هون باب الخروج، هون باب الخروج. طيب حلو، هون باب الخروج تقريبا، معناته هاي اللي انا من تحت، هاي خلينا على الطيارة. في عنا مفتاح هون، وفي عنا هون بابين، وفي عنا هاي لازم تروح على هاي. تمام، هو شي الباب المسكر وين؟ حلو، هون في درج، هون في سلم، طول بالك، هون في سلم، هون في سلم. بدا تفكير، 1 مينت، طول بالك. اول شي لازم نطلع من هون على الباب هذا، غلط، لا صح، لانه في عندك بابين انت. طيب خلاص، خلينا ناخذ هذا الباب الاول. الباب الثاني لازم يروح في باب مسكر بشكل نهائي، اتوقع هذا هو الباب المسكر بشكل نهائي، خلينا نخليه يروح لفوق. تمام، فاذا جينا فتحنا من هذا الباب بده ياخذني لوين؟ ايوه طول بالك، معناته ينزل من السلم لهون عشان يفتح من هون. تمام، فتحنا هذا الباب المسكر، هذا باب مو مسكر يا حبيبي، صح هذا باب مو مسكر، طول بالك. ايش هون، واخيرا هيك المفروض، هيك المفروض يعني حسب الشبكة يعني. المهم لازم ناخذ المفتاح يعني عشان ما يطلع قدامنا ابواب، ونكون جاهزين او حاضرين. اي فتح هون، هذا هو الباب. اي دو ات، اي دو ات. لا داعي للتصفيق، طول بالك، لا داعي للتصفيق، لا داعي للتصفيق، لا داعي للتصفيق. يا اخي لعبة خرافية، شوف قد ما هي بسيطة بس بجد فيها يعني خرافة جدا عالية. اوه طلعنا الشارع شوي، انه لازم نحطها بالصفر. هي بطارية، الله ضام فهمت، بطارية فتحت لي الجهاز اللي بعده. حلو حلو فهمنا، حلو 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 حلو. تمام، فتحت لنا البوابة على اساس اسانسيل. وات ذا فك، اسانسيل عم ينزل، اسانسيل الله دي فتحت الباب، شفت اسانسيل، والله خرافية. شواد حلو، ايش الليزر اساس اللي كاد ان يقتلني لما كل هدول الادوات فيه. واو نايس، هاي في جمب كمان، نايس 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 نايس، از فيري جود. ايوه الخروج هون، اتوقع انه هذا مع هذا يجي. تمام، ما هي اول شيء. ثاني شيء في عندنا هو الليزر، فلازم نروح نعطله في مكان ما، وين نعطله؟ هلا هو في سلم، فاذا اذا في سلم فاذا لازم يطلع هذا لهون. حلو، في عندنا بابين، حلو عندنا بابين، عندنا ثلاث ابواب. ايوه ايوه طول بالك، هي بالك على بعض، هاي هيك تزبط، تزبط، خلينا نجرب. نظبط، عرفت ايش بدي، لازم اجيب هي، لازم اجيب هي. فاذا طول بالك، انا لازم ندخل من هذا الباب، نطلع من هذا الباب. طيب شلون نمر من هذا الليزر؟ هذا عاد، تمام
تمام، اتوقع هيك لازم يكون ظبطت. تعال نجرب. ان شاء الله ما يكون جايب العيد. اتوقع انه ما اللي جايب العيد. مظبوط. شوي هيك صغيرة بس يعني صحيحة. تمام خلصناها. حلو والله. في شغلات كانت دخلك بالدارات. هات المفتاح. نو ايوه والله انا بعجب بافكارهم يا اخي، افكارهم رهيبة بجد. هون تبعت البطاريات. حلو ايوه. ايش هي بيعطيني في اشارات الى معاني. ايوه هابي لي هذا الباب تروح بتجيب منه الدارة. حلو لازم نروح نجيب الدارة اول شي. اوف عند باب الخروج لازم نحصل الدارة. حلو طب تم طلع يوم في عنا مفتاح هون لازم نروح نجيبه. في لازم في عنا معناته باب له بابين. وين الباب ابو البابين؟ طيب المشكلة بهذا الباب. فكرة جميلة. حلو حلو حلو، فكرة جميلة جدا. ندخل ناخذ هيك نخلص هون. أردنا نرجع من هون، نرجع من هون. صار عندنا شغلة هي وعندنا المفتاح، فإذا نطلع من هون هيك صح. حلو هذا هو الجزء خلصنا منه. لازم نجيب المكعب. هلا هون شوفوا عم نحاول نط ما عم نقدر. ليش؟ لانه في عندنا مكعب تحت. لازم نروح نجيب المكعب اللي مو حاطينه على اليمين. باب الخروج هون، معناته خلينا نحطها على اليمين. هاي مالها شيء، هاي سادة مكانها اساسا. خلص معناته هاي حط لي هي هون وهي هون. هلا بدنا نشوف شلون نوصل. فاذا خلينا اول شيء لازم نروح. اذا جينا لهون شغلنا توبرك لو ندخل من هون. اول ما لسه ننزل لازم ننزل هين نجي نشغل هاد. ندخل من الباب. ايوه بس توبرك اذا دخلنا من الباب هيهرب علينا الجسم. فاذا ما حصل مستحيل يتفق على البابين مع بعض، عكس بعض. حلو هذا الباب وهذا الباب، هذا ما يصير يركب معنا. عندك ثلاث بيبان هين وعندك ثلاث بيبان هين. لازم تعرف الطريقة الصحيحة توصلها. لأن ثلاث بيبان مع ثلاث بيبان هذا. تذكرت اشي. طوبلك طوبلك طوبلك. اذا مشينا لهون جينا لهين ومن هون زلنا لهون جينا لهون زلنا لهون اخذنا المفتاح جينا حطيناه هون ورجعنا. تمام رجعنا هيك هيك راح يكون الليزر سكر هون. تمام ننزل من هون نجي لهون من هون نطلع وناخذ المفتاح ونكون سكر المفتاح. نطلع هون نجي نسكر الليزر نرجع ناخذ المفتاح ونرجع نطلع من الباب ندخل من هذا الباب ونجي نمرق من هذا الباب. هذا هو الحل. لا لا طوب لك
نسيت اشغل الليزر. الان حظي. يلا يلا مرة ثانية. تمام هي هون. هلا لازم نشغل هاي. تماما مثل ما توقعت. لا لازم قبل ما ناخذ هذا لازم نطفي الليزر. نرجع ناخذ المفتاح تبعنا نطلع الى الباب الاخير نفتح الباب وبوب. نحن بدنا مكعب، نحن مجينا كله كرمال المكعب. نحن كله مجينا كرمال المكعب. تمام في شيء هون تاني لازم نروح نجيبه ونجي بطارية يمكن او شيء يشبه هذا الاشي. يعني اذا خلصنا هاي المشن اليوم يكفي. حاول لانه طويل صار الفيديو، اتوقع طويل جدا حتى. وين باب الخروج؟ هيك باب الخروج. حلو، يعني دخلنا نحن من هون. طب اعطيني سؤال بعد اذنك. لا نزور هون. حلو، هذا الباب وعندنا هذا السلم، فنحن لازم نطلع من السلم. تمام تمام بس خلينا نرتبهم حسب الاهميه. اول شيء نحن انه عندنا اول شيء اللي هي بالنص. تمام، لانه حنطلع من الاخير من السلم. اخر مخرج لنا راح يكون بالسلم. هون في عندنا سلم وهون سلم. اوف كم سلم؟ مليان سلالم. مليان سلالم. والله بدنا صفنا شي نص ساعة تاني ارجع لكم. استنوا شوي. شوفوا بيني لحد الان هذا اللي طلع معي التصميم. شوف شلون نطلع من هذا الباب. تمام ننزل نطلع من هذا الباب. هذا الباب راح يوصلنا لهذا الباب. نحن نقدر ننزل نطلع بالسلم نجي لهون، نرد نط نرد ننزل على هذا الباب، نرد النط نرد ننزل نرد ننزل. لا تمام ايوه بنرد ننزل من هالدرج ننزل على هي ناخذها نمشي فيها نطلع من هذا الباب ننط ننزل بدرج نرد النط لتحت على الارض نرد نطلع من الباب نرد النط نطلع هي نطلع بسيطة نصير هون. هذا المفروض يكون هو الصح للصح. هات لنشوف مثل ما يقول انطبقوا على ارض الواقع. يعني جدا معقدة. وبب تعال صرنا ساعة كله كرمال هيك. is good. شغل لي شغلني كونان. تمام خلاص فين لازم نحطهاي؟ فين لازم لقد فهمت كيف انها معضلة صعبة يا سيدي. إنها معضلة صعبة جدا وتحتاج التفكير الكثير. تمام فتحنا الباب واخيرا وخلصنا من هاي المرحلة. انا راح اشوف صاير نمشي شوي كمان، بس اذا كمان راح تيجي وحدة صعبة راح اوقف حواج لانه صار الفيديو كتير طويل. انا راح اكتفي لهذا القدر. ان شاء الله اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لايكات عليه 20 لايك. اذا جبنا 20 لايك انزل لكم فيديو تاني عنه. طبعا اذا تحبوا هذا الاشي وبس كونوا خلص الفيديو لا تنسوا تحط اللايك والاشتراك تستنى كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.